اتعلموا مني يا ابني ما اروح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا موقع جدا جميل يعرض السحب الممطرة على المملكة العربية السعودية. طبعا عندنا هنا منطقتنا منطقة القصيم، فوجود تلاحظون أمطار على منطقة القصيم، إذن الألوان هذه تدل على وجود الأمطار. طبعا ويعلمك اتجاه المطر، يعني وين راح يروح اتجاه من خلال نلاحظ الأسهم اللي هنا تودي، يعني راح تمشي السحب هذه راح تمشي بشكل هذا الطريق لهنا إلى الشرقية، تتعدى من الشرقية إلى تتجه إلى إيران. طبعا أيضا البارحة نلاحظ أن أمطار، وجود أمطار على منطقة الرياض، يعني السحب الآن مشت شوي عن الرياض، فهي متجهة الآن إلى سعد، متجهة إلى مدينة خريص، ويعني وماشية بشكل هذا، ماشية إلى تصل إن شاء الله إلى الإحساء تقريبا. طبعا عندنا هنا هذا السهم، طبعا هذا الموقع يشتغل على الجوال ويشتغل على الكمبيوتر. طبعا وهنا مثلا نلاحظ السحب صغيرة مثلا ممطرة خفيفة في جنوب المملكة، يعني سحب خفيفة ممطرة نلاحظ هنا. أيضا نلاحظ أن شمال مكة والمدينة المنورة يعني حولهم أمطار، يعني هنا المكة هذه شمال مكة، ونلاحظ أنه متجه الرياح إلى الجانب الشرقي. طبعا عندنا هنا التشغيل للسحب، يعني فين تروح من هنا، نلاحظ هنا موجود علامة تشغيل متحرك، ونلاحظ أن السحب تتجه إلى الجانب الشرقي، ونلاحظ وجود هنا الساعة، يعني الساعة العاشرة راح تكون هنا، الساعة التاسعة راح تكون كهذا. فموقع جدا جميل، يعني يعلمك اللي عندهم مثلا تطعيس، عندهم كشتات ويتابعون الأجواء الممطرة، فيروحون يكشتون، يحاولون يكشتون عندها أو شيء زي كذا، أو اللي محبين المطر يعني محبين التصوير وغيره. فهذا برنامج أو موقع جدا مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.